ونرجع نتقابل معاكم تاني في صباح دريم، أحلى صباح في مصر. شاطئ كليوباترا الذي يوجد به الحمام الشهير لملكة مصر كليوباترا يعد من الأماكن السياحية الشهيرة في مدينة مرسى مطروح، والتي يعشقها المصطافون ويرتبطون بها أثناء زيارتهم لها لجمال الطبيعة في الصخور والبحر وألوانه الساحرة التي تجذبهم إليه. يقع الشاطئ على ساحل البحر الأبيض المتوسط مع الشكل الجمالي الرائع لصخور الحمام على ضفاف الشاطئ، خاصة وأن الملكة كليوباترا كانت تستحم فيه خلال العصر الفرعوني، ولذلك سمي بحمام كليوباترا، وكانت تأتي إليه بمركب على ساحل البحر لتستجم فيه وتقضي به أجمل أوقاتها لعدة ساعات. بخلاف السياح والوفود التي تأتي من مختلف دول العالم، جميعهم لا يعودون دون زيارة شاطئ كليوباترا وحمامه المعروف لما لهذا المكان من هدوء نفسي يشعر به الزائرون خلال زيارتهم له، بجانب الجمال والطبيعة التي يتمتع بها. ويجلس المصطافون أمام حمام كليوباترا على الصخور ليشاهدوا البحر ومشهد غروب الشمس وزيارة الشاطئ ودخول الحمام، مستمتعين بالسحر والجمال. يبعد حمام كليوباترا عن وسط مدينة مرسى مطروح بحوالي 10 كيلومترات، وتستغرق الرحلة بالسيارة 15 دقيقة حتى يصل المصطافون إلى الشاطئ ويقضون عليه أجمل الأوقات ويلتقطون الصور التذكارية في هذا المكان للاحتفاظ بهذه الذكريات الجميلة.